اهلا بكم من جديد كل اعزائي المتابعين والمشاهدين لقناه النادي الاهلي والبرنامج المميز دائما الاهلي الليله واولى فقراتنا الحواريه. يوم الاربع بقى يوم معروف، يعني انا كده ببقى يعني جاي يوم الاربع مأهل نفسي، وقبل ما انام بالليل بعد ما اخلص يوم الثلاث ببقى بجهز الفقره دي، لان الضيف اللي معايا فيها ما نقعد نتكلم بره اقول له في كذا يقول لي ما تخلينا على الهوا، طب اقول لك يقول لي فاجئني باي حاجه، وانا ما بحبش افاجئه على الهوا، لكن خلينا ارحب الاول بالكابتن علاء مهوب. شرف ونور يا كابتن. حبيبي يا ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل. ابدا انت قول لي عايز تبدا بايه؟ هو اللي انت عايزه، زي ما احنا متفقين اللي انت عايزه. اه. كده نبدا نتكلم الاول على ماتشات المنتخب. المنتخب، خلاص نبدا من المنتخب. نتكلم عن المنتخب، المنتخب مش هياخد كتير معانا يعني. لا هياخد. لا خالص خالص. لا والله. هنحضر لك في حاجات كتير قوي. طيب مبدئيا بس طبعا مبروك الفوز والتأهل. جميل. دي مبدئيا طبعا. لكن التأهل كان مفروض صعوبة مضمون جدا، انها بتلعب فريق ضعيف جدا، عشان كده بقول لك مش هتكلم فيه كتير، لان كان الفريق ده لو لعبته كل يوم هتكسبه، فالنتيجه كانت تقريبا شبه مضمونه. حكم على المنتخب كاداء وكشكل وكمدير فني جديد لسه. بس احنا ليه بنبخس حق الجهاز الفني الجديد؟ يعني الجهاز الفني الجديد في ثلاث مباريات بنتكلم في 12 هدف كويس، بنتكلم في ظاهره جديده جدا اللي كل خطوط المنتخب بيسجله، مدافعين ولاعيبه خط الوسط، يعني في تنوع في الاهداف. المنتخب في غياب صلاح وان كان المنافس متواضع، طريقه اللعب متغيره، في عدد من اللعيبه الجدد دخلوا بياخدوا ثقه، فاعتقد بعيدا عن النتيجه الشكليه للاهداف في نتائج اخرى. اكيد انا احنا ما كناش على الجهاز كشغل جهاز ايهاب، لكن انا بقيم لك المنتخب كنتيجه كاداء مع فرق متواضعه مع حضرتك فضلت وقلت، لكن هو الراجل الجهاز جايب فكر جديد، ولو انت فاكر اول ما اتكلمنا على الجهاز قلت لك لا ده جه والطريقه اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، واتكلمنا شويه على العناصر اللي انضمت والعناصر اللي هي كانت بره اللي انا لحد الان متمسك بيها، وانت اكيد موافقنا الراي. نعيدهم تاني. اه طبعا على راسهم طبعا احمد فتحي ووليد ويوسف اوباما، الثلاث دول لازم يبقوا في منتخب مصر طبيعي جدا يعني. لكن اللي انا عايز اقوله الفتره اللي فاتت في المنتخب في عناصر جديده، الشكل اتغير، مش هنكذب، الحته طريقه اللعب اللي هو بقى راجل هجومي وضحت، بس في سبب. ايه السبب؟ ان المنافس لسه ايهاب ضعيف. تحكم على الطريقه نجاحها امتى؟ لما تلاعب منافس قوي يا اما في نفس قوتك او اقوى منك كمان. هتقدر تحسب انت شكلك العام ايه؟ لكن لحد الان الشكل مطمئن جدا، مرضي جدا، طريقه جديده، الطريقه كلها اتغيرت. زي ما قلت يا ايهاب انت الناس كلها بتسجل، في عناصر جديده دخلت طبعا في منتخب مبشره جدا. كل ده حلو، كل دي مكاسب، ما نقدرش ننكر الكلام ده، لكن انا بكلمك على الحديث اللي داير في الشارع المصري. يعني انا هو ده اللي داير، يعني الناس كلها بتتكلم تقول لك ايه؟ مكسب وحلو بس المنافس ضعيف، احنا لسه مش عارفين نحكم على المدير الفني، ده الكلام اللي بيتقال ايهاب. كويس. وكلام لو بصيت له كده بعقلانيه شويه كلام طبيعي جدا ومحترم. في جزء طبعا طبعا محترم. لان دايما خد الانطباع من الراجل اللي في الشارع. والله العظيم خد الانطباع الصح. ما لهمش حل. والله كل شايفين المصلحه. بالظبط المصلحه، وبعدين بيكلمك على طبيعتك، على طبيعته جدا، على سجيته، وتحس بيتكلم كوره كويس قوي، وبيراقب حاجات، ممكن يقول لك على حاجات انت كلاعب كوره او كراجل محلل او حتى مقدم برامج ما شفتهاش بالشكل المطلوب، لكن هو عينيه كويسه جدا. يعني كل ما كان يقول لك ماشي المكسب حلو، لكن يقول لك اول حاجه يقول لك المنافس ضعيف، فالراجل قاعد مركز شايف المنتخب فيه ازاي، لكن مكسب كويس، كمية أهداف كويسة جدا، مكاسب المنتخب لحد الآن لحد اللحظة دي إيهاب هايلة ممتازة، مع أخطاء بسيطة جدا في اللي إحنا كان فيه قبل كده. لكن جهاز جديد جه في وقت الأمور كانت المباريات متتالية، المنافس اللي قبله سواء كان النيجر أو إسواتيني مباراتين رايح جاي بيكسب فيهم بشكل كبير جدا بيؤكد الصعود، مباراة تونس اللي جاية في شهر 11 و13 11، هل دي برضه هتكون بدايه لان نحكم على المباريات القويه، ولا برضه المنتخب التونسي في الفتره اللي فاتت مش بالشكل الامثل، خاصه ان مباراه النيجر مباراتين فاز فيها يعني بطلوع الروح؟ كله يعني هقول لك حاجه، مهما كان مستوى الفريق التونسي، لكن اللي انت هتضمنه دلوقتي في ند قوي قدامك. حتى لو مستوى مش هو المستوى بتاع تونس، بس ده الليفل اللي انت هتقيس عليه. بس تبدا بقى من يعني تبدا مش هتقيم خلاص، انت الراجل موجود وبتاع كل حاجه، لكن تبدا تقول انا وصلت فين.
انا محتاج ايه بقى الوقت الفتره اللي بعد كده؟ خلاص انت لعبت اتنين منافسين ضعاف جدا والحمد لله عديت ووصلت للبطوله، فانت بقى عايز تطمن الاداء والشكل والطريقه الجديده دي لما اخش مع منافس قوي الشكل هيبقى عامل ازاي؟ المتغيرات اللي بتحصل في مباراه عامل معاها ازاي؟ ما انت المباراه كلها لعبتها بايه؟ انت على طول بتكسب وانت الاحسن وانت وانت وانت، فانت ما فيش مفاجاه حصلت لك في مباريات. يعني ما فيش موقف حصل في مباراه عشان تشوف التفكير او هتتصرف معاه ازاي. مفيش ضغط اتحطيت تحته في ثلاث مباريات خالص بالظبط. ما فيش ولا ضغط انك كنت متاخر بهدف، ضغط حصل عليك ضغط في طريقه اللعب او في اثناء المباراه فانت بتعمل تغيير، لا ما حصلش كل ده. حتى التغييرات كلها بتاعت المباريات السابقه تغييرات عاديه جدا لانك المنافس ضعيف، فانت ممكن تجرب طريقتك العاديه وممكن تجرب عناصر جديده. يعني حتى لو المنافس متواضع شويه وطريقه اللعب اتغيرت، الجهاز الفني السابق كان المنافس قوي المنافس ضعيف، تلعب بنفس طريقه اللعب بالظبط. ظروف التهديف زادت شويه، بقى في استعداد كبير شويه. لما نكسب النيجر بسداسيه والمنتخب التونسي يكسبها رايح جاي، فيش بفرق يعني بهدف وبفرق هدف، فهل برضو ده نقدر نقيم ولا كل مباراه لها ظروفها؟ ما تقس يا ايهاب، ما قس لا ما تقس منتخب تونسي عمل ايه مش عارف مع تشاد او مع نفس الليفل او نفس المنافس، لا ما تنساش كده، كل مباراه ليها ظروفها، لكن تيجي تقيس انت قوتك فين لما تلاعب فريق في مستواك او اقل منك حاجه بسيطه او اعلى منك حاجه بسيطه، تقدر تشوف انت وصلت فين. طبيعي جدا يا ايهاب ان الجهاز بتاع المنتخب مستني مباراه تونس اكتر مننا، لان هو يهمه هو طول الفتره دي، طول فتره الشغل في المعسكرات وطول فتره الشغل في المباريات اللي لعبها، هنا يبدا يقول انا وصلت فين بالظبط بغض النظر عن النتيجه، هو عايز يوصل انا فين؟ هل انا لسه محتاج شويه؟ هل انا لسه بعيد؟ هل انا اتقدمت كويس قوي؟ المجموعه دي منسجمه كويس قوي، بدايه اديتني نتائج كويسه، مش نتائج مباريات، نتائج اداء، نتائج طريقه. فكل ده هو مستني اكتر من ان احنا كمتفرجين كلاعيبه هو مستني يتابع بالظبط. ليه يا ايهاب؟ لانه مستني يشوف نتيجه شغله الفتره اللي فاتت ايه. مهم جدا كل مدير فني حتى لو في الانديه يحب بعد فتره كده يروح قاعد مع نفسه ويقيم نفسه، ده المدير الفني الناجح. عجبني في حاجه بقى، اتفضل. بعد المباراه واستعدادا لمباراه تونس طلب رسمي، انا عايز مباراه تقيله اوروبيه بس، ده هو نفسه خلاص شم نفسه بس بالظبط. انا اتاهلت اعمل بالزبط. مباراه فيها نوع من الاستعراض وفيها نوع من ان انا بشوف لعيبته قدام منتخب قوي عشان هو نفسه يعرف يقيم اللعيبه بالشكل المطلوب ويقيم نفسه ويقيم نفسه. ده مهم جدا يا ايهاب، اهم حاجه للراجل اللي هو القائد او حاجه قبل ما يقيم اللي معاه يقيم نفسه هو. يعني عشان ايه يا كابتن ما اقولش ايه خلاص الماتشات ايه وانا متداري بالظبط، لا لا بعمل نفسي ماتش قوي، فدي تحسب له طبعا. ما بقول لك تحسب له كويس جدا جدا جدا، لان ده راجل بيشتغل وفي نفس الوقت بعد فترة أنا فين؟ عشان المكاسب الزائفة اللي حصلت دي أنا كمدير فني وممكن يحصل، أروح مريح وحلو قوي كده أنا وصلت ومنتخب هايل وممكن مع تونس أي نتيجة تبقى مرضية وخلاص، لكن ده لأ، واضح إن الراجل بيفكر فيما بعد. هو عايز يشوف أنا وصلت فين؟ مع منتخب تونس هيبدأ يقيم نفسه، مع منتخب وبعدين طلب حاجة حلوة قوي، منتخب أوروبي قوي. مش اي منتخب من اوروبا، يعني الكلام في ثلاث منتخبات حتى هذه اللحظه، منتخب البرازيلي، منتخب اسبانيا، منتخب كرواتيا، ده يعني ترشيحات انما لسه لم تحسم انه منتخب اللي هلعبه، لكن منتخب من الليفل الاول ده حاجه كويسه جدا طبعا. لكن هو مش محدد المنتخب الاوروبي كده بقى خلاص، محتاج عايز واحد في الليفل الاول وخلاص كده. طيب ده راجل بيشتغل صح، ده يعني كل احترام ليه ان الراجل عايز يقول انا وصلت فين، مدى قوه فرقتي، انا محتاج ايه كمدير فني، وصحصح لعيبته برضه وصحصح نفسه. اهم مصمم انت على نفسك. ايوه اهاب، اهم حاجه الراجل القائد لازم يصحصح نفسه. طب اقول لك من الكواليس، اتفضل. شخصيته قويه، عنادي شويه، بيقول لك بيتلكك على كل حاجه وصارم جدا حتى هذه اللحظه. كوبر بدا نفس البدايه، هوب قام ضارب الفته، هوب عمل الطياره اللي مش عارف ايه شقلبات راحت لا هوب جاب اخته وعمل برنامج فالدنيا لا الشخصيه مختلفه. نجيري ده انا عارفه من زمان جدا جدا جدا، وغير مستر كوبر خالص. غير خالص لا، لكن هقول لك حاجه، كون هو من الاول يبدا يفرض شخصيته، وطبعا دي حاجه مطلوبه جدا في مدير فني، اي مدير فني بقى مش منتخبات انديه، يبدا يفرض شخصيته بس مش بهدوء. انا ممكن اوصل لك انا شخصيتي ايه بس بهدوء، من غير ما اتعصب، من غير ما احصل مشكله بيني وبينك، لكن انت هتفهم دماغ انا فيها ايه وابدا اتعامل معاه. هو ده الصح، هو عارف او واخد فكره عن طبيعه اللاعب المصري.
واخد فكره كويس قوي عن طبيعه الجمهور المصري، فبيبدا يتعامل كويس، فرض شخصيته زي ما انت قلت ايهاب، ودي شخصيه كل الصفات انت قلتها دي. انا عن نفسي عجباني جدا. لازم حته صرامه، لازم ممكن حته عندك عند صغيره كده ما فيهاش مشكله خالص فيها، كل حاجه ملم بيها هو الراجل. بص يا ايهاب، لما تلاقي الصفات دي في حد، في اي حد مش لازم في الكوره، تعرف ان الراجل ده عايز ينجح، عنده بس عنده وعايز ينجح، ودايما عايز يصلح نفسه، ما بيقفش عند مستوى معين، عند ليفل معين. عايز انا ايه اللي ناقصني، زي ما بقول لك دايما هنا في البرنامج كده لما اتكلم انا وانت، دايما شوف الحاجه، مش الحاجه اللي توصلك كويسه، لا شوف انت ايه اللي ناقصك. الحاجه اللي ناقصه تكملها هتبقى احسن من الاول بكتير. شايف ان اجيري وجهازه المعاون قدروا يبصوا على اللعيبه يعني اللي يستحقوا فرصه كلهم بعيدا عن الاسماء اللي انت طرحتها؟ okay. ولا شايف ان مع استمرار الدوري في الفتره اللي جايه هيظهروا لعيبه اكتر ويقدر يديهم فرصه كمان، وهيبقى عنده خلاص كده هدي، هو وصل خلاص، فابدا طب ليه بقى ما اشوف بلعيبه بهدوء؟ ممكن يكون الفتره اللي فاتت هو مش واخد راحته قوي، برده عايز في ماتشات مهمه وعايز يتاهل، هياخد نفسه بدري، بس واخد نفسه كويس قوي دلوقتي، وهيبدا يبص على مهله، واللعيبه كتير جدا في منتخب مصر ما شاء الله، الدوري المصري بقى دوري قوي جدا، ويبدا يبص على اللعيب اللي ممكن يستاهل يجي معاه في المنتخب. واضح برضو من كلامك انك تقييمك للتجربه يعني محجوز دلوقتي لغايه ما تشوف مباريات اكتر. بالظبط. لكن برضو ممكن تكون شايف ايجابيات. اللي انت قلت عليها كلها. ايجابيات اللي عايز يعملها الفتره القادمه، ايجابيات في شخصيه الراجل نفسه. دي حاجات انت تطمنك شويه. ان الراجل بيدور على الاحسن، الراجل بيدور على احتكاكات قويه للمنتخب المصري، هو مش مخدوع في النتائج اللي فاتت دي، ودي اللي انت يعني المعلومات اللي انت قلتها دي اديتني انا عن نفسي معلومه ان هو مش مخدوع في المباريات السابقه، ودي حاجه تحسب. وبعدين اصراره على انه يلعب مباراه تقيله. بالظبط. قبل مباراه تونس. بالظبط. بغض مش يعني بغض النظر في حاجات معينه عايز ياكد عليها. اه طبعا هقول لك حاجه، هو الراجل عايز، انا بقول لك انا، هو عايز يختبر نفسه هو الاول قبل فرقته. كمدير فن انا عايز اشوف انا وصلت ايه مع الناس الجديده اللي شغال معاها دي. انا عارف لو شغال بقاله فتره مش هيطلب اللي بيطلبه ده. لكن هو خلاص مباراه سهله، وصل وكسب كل حاجه، طب انا بقى فين؟ ابدا ابص على نفسي كويس اول وقت. وابص على نفسي بدري، وابص على نفسي وانا عندي مساحه بس. وانا متاهل. طول ما انت كده الامور كلها مستقره انت حتى بتبدا تفكر صح. غير لما تبقى انت مضغوط، مضغوط كل تفكيرك هيبقى غالبيته بعيد. كل تفكيري بعيد ان شاء الله، كل التفكير يكون قريب، وان شاء الله يعني كده برضو في تفاؤل باللي جاي ان شاء الله. والدنيا اختلفت، الاول كانت مباراه بترجح جهاز فني ومباراه نزل جهاز فني، الكلام ده مش هنقوله برضو لو المنتخب لعب منتخب تقيل وادينا اللي علينا والنتيجه ما عجبتناش، يعني في لان الاساس مش نتيجه، الاساس اداء زي ما انتوا متفقين، اساس انا وصلت فين، بس هو الراجل ذكي جدا، هو عارف ان ما فيش، انا مش مطلوب مني نتيجه، انا مطلوب مني تقييم، هو عايز يقيم نفسه وفرقته مع منتخب قوي، ده اللي بيفكر فيه. والتفكير زي ما حضرتك قلت ده تفكير ممتاز. طبعا 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 اكيد. هاخدك بقى من تفكير المنتخب واخدك بقى للصراع اللي هيعود بكره مع السداسيه واطمئنان كارتيرون على اللعيبه المصابين وظهورهم، ودي دفعه كبيره جدا للفريق وللجماهير وفي ظل وجود عناصر مع المنتخب الاولمبي والفريق. شفت التجربه دي ازاي قبل مباراه وفاق ستيف؟ تجربه انا عجبتني جدا، مفيده جدا. يعني هو بيلعب مباراه سيبك من المستوى نفسه، هو دايما بيحب يطمن على فرقته، الاداء بتاع فرقته، الطريقه اللي هو كان بيتكلم فيها، الاداء بتاع اللعيبه اللي كانت اصابه كبيره قوي ورجع. يعني انا الحمد لله امبارح طمنت على سعد، وعجبني قوي طمنت على رامي، لان رامي كنت كل ما اشوف رامي امتى خلاص هاني كابتن امتى، لحد امبارح الحمد لله ما لعب، لان رامي اضافه كبيره جدا. رامي لعيب بيصعب عليا، لعيب موهوب، لعيب جامد، ربنا يكفيه شر الاصابه. لا بس المشكله ايه؟ ان الاصابه طويله قوي. يعني كون ان هو يقعد كل الفتره دي، ده هو يحسب لرامي ان هو يصبر كل الفتره دي، فلعيب يرجع فايق بسم الله ما شاء الله. يعني في لعيب ممكن يزهق، لكن رامي امبارح رجع الحمد لله على السلامه، اضافه اكيد لدفاع النادي الاهلي. نفس الكلام عند سعد، اطمنا عليه، المباراه القادمه ان شاء الله يعني محتاجه سعد، محتاجه نوعيه اللعيبه دي. فهو امبارح ما كسبها كتير جدا، سيبك من سعد يحل لك مشكله كبيره، انت ناحيه الشمال ممكن تودي ايمن اشرف عشان خلاص ما عندكش مشكله مع علي مش موجود دلوقتي، وصبري امبارح كمان لعب في الشوط الاول، فخلاص ما عندكش يعني. بص يا ايهاب، لو شفت بعد مباراه امبارح
انت خط الدفاع اللي كان عندك كله فيه مشاكل خلاص الحمد لله مفيش مشاكل. احمد فتحي رجع الحمد لله، واكيد موجود محمد هاني، حسام عاشور، وحسام اطمنت عليه امبارح، في صبري وفي ايمن اشرف اللي عايز تلعبه، خلاص الموضوع بقى فيه اختيارات. رجع في ولا وعندك اختيارات يا هام، اهم حاجه انت مدير فني عندك اختيارات، فما تبقاش مضطر تعمل حاجه. ادام مش مضطر تعمل حاجه يبقى الامور كلها بالنسبه لك عندك في المركز واحد واثنين وثلاثه، هتشوف هتلاعب مين، هتعتمد على مين. هو ده لما لو عايز تبدل بوزيشن لعيب مطرح لعيب، هتبقى عارف انت بتعمل ايه، تجيب من اشرف شمال تلعبه فلان، ما عندكش ضغوط في التشكيل خالص الحمد لله. جاي بقول لك كانت مباراه امبارح مهمه جدا جدا جدا، معناها المباراه الوديه ما لهاش دعوه خالص، لكن هو امبارح خرج، انا متاكد ان الجهاز الفني امبارح خارج مرضي جدا جدا جدا. توقيتها حلوه كابتن صلاح محسن كمان امبارح لعب بعد الاصابه شكله كويس جدا امبارح كمان، توقيتها حلو. يمكن صلاح محسن يعني في مباراه افريقيا الاخيره شد على نفسه شويه عشان يكون موجود في المنتخب، ربما ده اللي عمل له يعني الاصابه، بس هو رجع امبارح سليم الحمد لله. شفتهم بس كده فنيا من بعيد ولا اتكلمت مع بعض اللعيبه؟ لا كنت يعني قعدت بره اتفرجت عليهم. عارفك بتقعد تنكش بره ما بتقعدش كده. والله ما بنكش ولا لا بتقعد تنكش. لا اصل يعني هم معظمهم يا اما انا مرندهم صغيرين يا اما طبعا انا معرفه ما انا عشان كده انت جامده بيهم. انت لو بصيت لواحد كده لا 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 يعني لا اتكلمت امبارح مع اكيد مع هشام محمد، عرفت شويه مع موها عاشور، احمد فتحي طبعا طمنت عليه، سعد قعدت معاه امبارح بعد بين الشوطين، اكتر واحد كنت مع سعد امبارح لانها كان مهم امبارح سعد اللي هو بحب اطمن عليه طبعا، فالحمد لله طمنت عليه واتكلمت معاه شويه كويسين قوي. مؤمن كده كلمتين على جنب، طمنك مؤمن انا عارف. الحمد لله. بس الامور كلها كويسه الحمد لله. وانا انا يعني عايز برضه اشكر مؤمن على المرونه اللي كان فيها. لا مؤمن فرصه جميله، وهو لعيب مميز ولعيب بيفصل يعني الكلام. لا 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 بيسمع كلام كتير لكن بيفصل مش، لكن في الاخر بيقول لي بص المنظر ده. دي التبديله بقى. دي فرقه داخله وفرقه ما انا بقول لك مفيش مشكله الحمد لله. امسك الخشب يا برجاوي. برجاوي الحمد لله برجاوي. لا بسرعه المنظر ده يا برجاوي بعيده بقى خلاص الحمد لله احنا شفناه. طبعا نمسك الخشب دايما، انت دايما تقول لي هنا مش عايزك تقلق لعيبه ولا عايز جمهور النادي الاهلي يقلق، لان عندنا لعيبه مميزه طبعا. احنا ضغوط المباريات هي اللي فرضت بعض الاصابات، ولكن في الاخر عندنا اللعيبه اللي تأدي، وكل لعيبه النادي الاهلي قادره تمثل الفريق. دي حقيقه، ولما كمان يبقى عندك مشكله كمان عندك اللي في 97 ما كانت عبد الرحمن كلهم ما شاء الله اللي هو يعني عمار واحد منهم، في مصطفى بدري موجود، في ناس كتير جدا موجوده. لعيبه مميزه. جدا يا ايهاب الحمد لله في قطاع الناشئين، وهو ده اللي احنا دايما نتكلم فيه انا وانت. لا وفي بقى في روح حلوه قوي قوي قوي. كان امبارح موجود هنا على الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه محمد شريف، لعيب مميز قوي مش مقاد افريقيا. مدى الحب والعشق وتشجيع زمايله يعني كانه هو هيلعب وهو مش مقاد افريقيا، الحاله دي والروح دي حلوه قوي قوي. ودي الروح والحاله دي اللي النادي الاهلي بيتميز بيها على مدار السنين كلها. هي دي ده بص يا هاب انت قلت سر من اسرار تفوق النادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت دي كلها، الحته اللي فيها محمد شريف ان هو من جواه حتى لو مش مخيط مش هيلعب مش مصاب لا مش مقيد شيء غير ان الفرقه ربنا يكرمها، بس هو عايز الفرقه ربنا يكرمها وتكسب، لان هو خلاص هو واحد من النادي الاهلي، واحد من الفريق ده منتمي للنادي ده. ويقول لك كمان كابتن اللعيب لسه جاي الموسم ده، لسه انا بقول لحضرتك اهو اقسم بالله عنده كميه طاقه كانه مولود جوه ملعب مختار التتش. بس عارف ليه؟ لان هو كانت امنيه حياته ان هو يجي النادي الاهلي، فاما تحقق امنيه زي كده هو مش عايز حاجه من الدنيا خلاص. الحمد لله انا جيت المكان اللي نفسي فيه، هو ده المكان ده صراحه. بتديله دقيقه 2 3 5 نازل عايز يعمل عليه، عايز يلعب، واتكلمنا عليه برضه انا وانت هنا يا ابو اشادنا بيه بمستواه والتطور اللي هو فيه، وعايز يلعب عايز يبقى ليه مكان دقيقه زي خمسه زي شوط زي، هو عايز يبقى كويس. هو في ميزه، هو عارف كان فين وجي فين. بس لا وجاي شريك طبعا، وهو جاي هو جاي بص هو جاي في المكان يعني مع احترامي الكامل لكل الانديه وكل لعيبه، المكان اللي اي لعيب بيتمنى موجود فيه هو النادي الاهلي. وانا ما بقولش اي كلام، انا عارف بقول ايه، حتى لو في ناس بره ما تعرفش القيمه دي، لكن اول ما يخش النادي الاهلي بتلاقي يعني محمد شريف ده انا متاكد اول ما دخل النادي تحس ان هو اتغير بقى محمد شريف اسما. كان مجهز ده كابتن وانت بتتكلم معاه تحس لا ده مش لعيب جاي اول الموسم، لا لا لا
جاهز جاهز. هو ما انا بقول لك اهي انت حتى في شخصيته كابتن. لا يعني وبعدين عايز اقول يعني بعيدا حتى عن ادائه الرائع جدا في الملعب هداف الفريق كابتن خمس اهداف بسم الله ما شاء الله ولعب قد ايه انت فاهمني بالزبط. شوف بقى عدد دقايق اللي لعبها لو كمان. بينزل فين يعني اول مباراه بينزلها نازل امام الاسماعيلي في افتتاحيه الدوري والاهلي متاخر بهدف جاب هدف فاهمني هو ده عشان كده بقول لك ده نوعيه اللعيبه اللي انت تتمناها دايما عندك عارف قيمه النادي الاهلي وعارف هو فين وهو يعني قبل النادي الاهلي وقبل اي حاجه هو اكيد لو جبت الجذور كده تحس ان هو بني ادم هادي جدا محترم جدا بيئته كويسه طبيعته كويسه حته التربيه كمان باينه بيبان شكرت والده امبارح لا حاجه جميله طبعا ربنا يحميه وفي شر اصابات ويبقى اساسي في النادي الاهلي انا بقولها له على الهواء ان شاء الله طول ما انت شغال كده يا محمد اكيد هتبقى اساسي في النادي الاهلي والرساله دي لمحمد ولغيره كله طبعا كل اللي بياخد زي ما انت قلت لي بس اللي ياخد وينزل فرصه يمسك فيها قلت لي الكلام ده ما هي دي اهم خصوصا في النادي الاهلي الفرص ما بتجيش كتير في النادي الاهلي عشان كده عارف ان اللي ما بيلعبش يبقى قاعد عارف انت اللي هو في حاله ترقب عينيه كده مفتحه ومستني لو دقيقه انا عايز اخد الدقيقه دي عشان اقول انا موجود عشان المدير الفني اللي قاعد بره يوم ما يفكر ايهاب وعلاء طب ايهاب لعب بس ايهاب برضه لسه ما ادانيش اللي انا عايزه انما علاء حاول بص ايهاب كلمه حاول دي عند المدير الفني كتير قوي ده اللي انا بقول عليه عشان كده يحسب لمحمد شريف ربنا يبعد عنه الاصابه ربنا يحميه ان الراجل لما جه خرج بره القائمه الافريقيه ما قالش خلاص بقى انا لعيب بديل اجتهد برضه مع ان خد بالك ايهاب من اكتر حاجات بتاثر في لعيب الكوره طبعا حته وخصوصا في النادي الاهلي والزمالك والفرق ده بتشارك في افريقيا دي يقول لك انت بره قائمه افريقيا بره قائمه افريقيا فماتشات الدوري صعب تلعب لانه والله يا ايهاب بتموته لكن طبعاً. ليه مباراه الدوري وعندك افريقيا طبعا هضطر العب الناس مخيده يبقى انت لكن هو لا هو باعد فاصل الحته دي هو كل هدف وانا عندي هدف واحد بس ان عايز موجود في التشكيله الاساسيه في النادي الاهلي حتى لو دقيقه بره السنه دي انا اكيد ان شاء الله السنه الجايه بعد ما نفوز بطوله يا رب ان شاء الله على خير انا موجود مين يقول محمد شريف بره لا 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 محمد شريف موجود في القايمه بس بالظبط هو واكتر من لاعب كل واحد بيحاول يثبت نفسه لكن زي ما انت قلت في لعيبه الفتره دي بتاعتها محتاجينها زي سعد سمير اللي حضرتك قعدت واتكلمت معاه طبعا واطمنيت منه قلت له ايه؟ اول حاجه اطمنت على 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 اصابته حسيت بحاجه في الملعب قال لي يا كابتن الحمد لله كله تمام يعني خلاص قال لي لا خلاص الحمد لله مفيش حاجه خالص دي اهم حاجه انا عايز اطمن عليها بس لله. حتى اتفرجت عليه في المباراه لا كل حاجه تمام والجري كل حاجه كويسه فيه بصيتك انت ليه بقى في الملعب استلام ما هو انا طمنت على دي طمنت على حركته على جريه بيقابل ازاي بيعمل لا هو سعد بقى خلاص سعد يعني سعد وطريقه لعبه ما تحسش في حاجه مشكله في الجري يعني تاخد بالك من جري وتحركاته لا طبيعي الحمد لله رب العالمين وحتى الجهاز الفني اطمئن من الحته دي زي ما انت تفضلت وقلت عندك اختيارات كتير قوي بالظبط ما عندكش مشكله خلاص برضه انا كنت قلت امبارح ان الجهاز الفني اطمئن على كولوبالي كان عنده كدمه كده لكن هو بسيط لعيب كاس ولعيب اضافه طبعا طبعا مفيش حد يقدر يقول غير كده يا ايهاب لان الراجل مسك كاترون جابه لعب ما عادش واضافه في خط دفاعك امان عنده خبره كبيره جدا 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 خد بالك في اماكن في الملعب يا ايهاب محتاجه خبره محتاجه حتى لو سن كبير شويه لكن خبرته في الحته دي تنفع خصوصا في المكان ده. المكان ده مهم جدا حته الخبرات. تفرق معاك قوي. تفرق معاك جدا 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 في المكان ده. غير اماكن ثانيه محتاجه عنصر شباب وجري وحركه لو انت سنك كبر وبدنيا مش قوي تبان تتكشف زي ما بيقولوا في لغه الكوره لكن لو انت صغير بتحرك بتجري لا لسه ما شاء الله. بس في المكان ده محتاج حد بالنوعيه دي. بذكر الخبره شويه ادخلك تاني عماد متعب والحديث ان عماد متعب لا هيبطل خلاص بقى محلل عماد قيمه كبيره جدا ونجم كبير لا عماد هيرجع تاني بيفكر يرجع وتراجع عن الاعتزال عماد بيجهز لمباراه اعتزاله تكون مباراه عالميه تنصح عماد متعب بايه؟ بص انا اتكلمت عن عماد برضه انا وانت اصل عماد ده من الناس المقربين جدا 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 ليا وحتى لو قلت لك كلمه كده بعفويه او مش بعفويه يعني كان انا نفسي كان عماد يعتزل في النادي الاهلي مش عايز عماد يخرج بره النادي الاهلي انا من وجهه نظري هو عماد طبعا حر اكيد يعني يفكر زي ما يحب لكن انا شايف ان عماد خلاص هو اختار ان هو بعت ودخل في حته ان هو بقى محلل وكده وما شاء الله بيتكلم جيد في الكوره اللي انا شايفه ماتش اعتزال يليق باسم عماد جمهور النادي الاهلي اكيد هيروح لك انه بيحبك جدا جدا طبعا. جدا وعارف قيمتك كلاعب كوره طبعا وخلاص على كده يا عماد هتلعب ايه سنه انت فاهمني سنه عماد برضه إيه؟ شايف يا كابتن اللي هو جواه طاقه بص ممكن تديله
هقول لك كده. ما فيش حد زي عماد متعب في المكان ده. اقفل بقى النقطه دي خالص من جميل. الاخر بس جميل. المكان ده جميل. لما تيجي تقيس حد في المكان ده تقول هو زي عماد متعب. وانت جاي حد بيقول لك هات لي مهاجم زي عماد متعب بس كفايه. أنا حتى جمهور الاهلي والله يا ايهاب انا لو عماد معلش هو طبعا كل عيب نفسه يلعب ونفسه طبعا. لكن انا لو من عماد الكلمه دي تكفيني. انا عايز فروت زي عماد متعب ده. انت ما شاء الله الناس كلها بتبقى اسمها لما يبقى جواه هو المتعب عارف ان هو قادر ياخد ولا خلص. لا بص هو عماد انا رايي خلاص يا عماد جميل كده وسيب وسيب الايام الحلوه قوي اللي الناس كلها بتفتكرها دي سيبها كده وماتش هتزال حلو يليق باسمك وتاريخك الكبير جدا وخش في مجال بقى التحليل. هقولها لك بصراحه اتفضل. هو طبعا كان فتحها معاك كابتن شوبير رئيس الاستوديو التحليلي على اون سبورت والراجل قال والله بفكر وانا همشي لك واحده واحده اتفضل وقال اتمنى ان في الست شهور الاخرانيين دول ارجع النادي الاهلي بدون مقابل واشوف وها هل دي تبقى دعوه كويسه من عماد يقابلها النادي الاهلي انه يفكر في القصه دي ولا مش تبقى مطروحه؟ يعني انا احب اتكلم بوضوح. لو القرار في ايدي انا ارجع عماد متعب. لو القرار في ايدي هرجع عماد متعب كابتن علاء. لا يا برجاوي هات لي كده ايه كادر الكابتن علاء وهرفع لك ايدي. لو القرار وهعملها زي ما اهو ايوه اقسم بالله ان القرار لو في ايدي هرجع عماد متعب الست شهور دول احلى تكريم لعماد ويعتزل في بيته في ناديه واكيد مش هيحصل اي مشكله خالص. لو انا شهر يناير ويشم نفسه لو انا القرار في ايدي ما بخلش في حاجه زي كده على عماد. تمام ممكن تعرض القرار ده على لجنه الكوره مش باختصاصي لكن انا بقولها لك بس الرساله وصلت انا على يعني بتكلم دايما بدردش انا وانت رايي ورايك انا بالزبط. بقول لك انا لو انا قرار في ايدي احلى تكريم لعماد متعب الفتره دي ومش مش كتير على عماد طبعا انت طبعا والله يا عماد مش كتير طبعا ما بتلاقيش حد زي نوعيه عماد ده خالص. وبعدين الاهلي دايما بيكرم ابنائه بس واذا لم يكرم عماد متعب بس بالظبط كده ده لازم يبقى احسن تكريم لعماد متعب طبعا. واحد ما شاء الله واخدها من ما فيش من استراحه بتاعه النادي الاهلي في الناشئين. والمشكله ان انت بتكلمني كمان انا عماد متعب من اللعيبه القليله جدا ان انا متابعه وهو لسه صغير زيه زي مؤمن زي حسام غالي عارفهم كويس قوي زي هشام محمد بس هشام بعد شويه لكن حافظهم. هروح معاك الحته دي بس هكمل لك. كلام كتير بيتردد ان في عرض نمساوي نادي مولفيك النمساوي وعماد لسه بيفكر وهيشوف. عندي روايتين اتفضل. لكن عندي تصريحات على لسان الكابتن عماد خاصه بينا لكن هو مش مصرح له عشان هو موجود في قناه فضائيه بالحديث الا باذن يعني. فاحنا عندنا الكلام اللي هو قاله لنا بشكل خاص ان كلها دي مكالمات تليفونيه ما عندوش عرض رسمي حتى الان ما عندوش حاجه في ايديه ما عندوش حاجه يقول عليها ولا لا في هذا المشهد. انا يمكن كنت قبل ما اجي بسمع الاذاعه وكان الكابتن شوبير بيقول تصريح وبيقول ان عماد متعب رئيس النادي النمساوي اسمه مصطفى النمر مكلم الكابتن شوبير وبيتمنى ان عماد طبعا قيمه كبيره طبعا يكون موجود. النادي ده لسه طالع للقسم الثاني وهيطلع للدوري الممتاز وشايف ان عماد هيكون اضافه كبيره. ده الموقف الموجود حاليا. الموقف الموجود ان الكابتن عماد متعب بيقول انا نفسي اختم الست شهور اللي باقيين وارجع الاهلي اشوف ايه الاجواء. الموقف الثاني ان في كلام من نادي في النمسا. الموقف الثالث كابتن عماد بيقول لك لسه ما فيش حاجه جايه لي عشان اقول ولا لا. طيب انا سمعت منك كل الانوية. هو رد واحد بس لا. بره ولعب وكده لا. خلاص يا عماد خليك هنا خاصة ان لازم النادي كبير يليق بعماد متعب لازم اسمي يليق باسم عماد. وانا رايي لا لبره لا بره لا خلاص عماد. لكن هو لو اللي احنا اتكلمنا فيه ده لو حصل الله اعلم اللي بيحصل طبعا في النادي الاهلي ماشي. ما حصلش زي ما متفقين وانت مرحب بإيهاب انا شايف وشك وانا انا مش مرحب ان هو قلت له خش عليه تاني عشان يقول لك لا كمان ان هو يستاهل مباراه تكريم كويسه قوي صراحه كويس جدا ويشوف هو عايز ايه. انا مش عايز اتكلم في الحته دي لكن في لعيبه في اخر ايامها ربما الظروف بتخليها تظلم في فرقتها. عماد متعب اتظلم في اخر ايامه مع النادي الاهلي مش عايز اخش فيها عشان انا كان فيها قبل كده. دايما انا بقول حاجه كلمه كده اهي انت عندك لعيب هايل زي عماد متعب واكثر من لعيب وانت مدير فني دايما القرار الاول والاخير ليك انت وكل الاحترام ليك كمدير فني. خلاص مقفوله خلصت بس مقفوله. في لعيب زي نوعيه عماد ده نوعيه كويسه محترمه اللي انا ممكن اقول حاجات ما ينفعش اقولها يعني عشان ما اتكلمش على لسان حد.
عماد متعب جاله عروض في الدوري المصري، عارف جاله عروض في الدوري المصري ما تترفضش وما رفضهاش غير واحد والله باقي عارف. أنا على اسمه مع الجمهور مش اكتر من كده. والله انا عارف عماد، ما في حاجه كانت بتحصل عماد غير بيكلمني ياخد رايي. انا بقول لك ده من الناس اللي انا يعني اخوات يعني تمام. فواحد بالنوعيه دي بالادب ده بالاحترام ده بحب النادي وحب طبعاً. جمهور الاهلي الجمهور الاهلي ليه والمبادله اللي بينهم الاثنين يعني يستاهل احلى تكريم في النادي الاهلي. بص يا اهل، نادرا لما بتلاقي حد كده لعيب الكوره دايما، والاهلي في التكريم ما بيتاخرش خالص يعني طبعا. الاهلي في التكريم مباراه اعتزاله هتتعمل على ان شاء الله يبقى مهرجان. مهرجان طبعا ليه باسم عماد، وده اقل حاجه تقدمها لعماد. غير لو الحل مهرجان ليه باسم النادي الاهلي وباسم عماد زي مهرجان اعتزال حسام. حسام حاجه جميله تحفه، حاجه عالميه. بص يا هاب، احلى حاجه في لعيب الكوره اللي بيتمناها لما يبقى في نادي كبير زي النادي الاهلي والجماهير العظيمه دي يقول لك يا نفسي بقى ابدا هنا وانتهي في النادي الاهلي، اختم في وسطهم. انا كانت امنيه حياتي ان اختم حياتي في النادي الاهلي، اقول يا جماعه انا اخر سنه ليا خلاص. بس اللعيب هو لسه طالع من الملعب، قرار الاعتزال ده مش سهل. لا طبعا خالص مش سهل، لا 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 حتى لو جهاز فني وناس شايفه، وحضرتك اكيد مريت بده، بيبقى جواك حاسس ان انت لسه قادر 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 صح قادر وبتحاول وكده. لكن الميزه في عماد زي ما انت قلت يا ايهاب ايه، جات له عروض وهو رافض، هو مش عايز يخرج بره النادي الاهلي بالزبط. هو مش عايز خلاص، انا ممكن اعمل ماتش اعتزال هنا. لكن يعني انا مثلا انا اجبرت ان انا اخرج من النادي الاهلي، مش خارج بمزاجي. انت لو خيرت لازم تحط اجبرت دي. طبعا، لان هو في حد في مجنون. اجيال اصلي لا في اجيال ما كانتش متابعه. ما ينفع يا بص يا هاب، هو في كلمه بقولها، ما فيش حد مجنون وبعمل لك حركه ثاني موجود في النادي الاهلي بقول لك انا عايز امشي بره النادي. ده تعرف ان هو كده تروح مصنفه متخلف كرويا، بس انت في مكان تتمنى تبقى موجود فيه طول حياتك، لعيب اداري اي حاجه، طول ما انت جوه النادي ده انت في احسن مكان في الدنيا. عشان كده بقول لك استحاله تخرج بره النادي بمزاجك، تبقى كرويا انت بني ادم متخلف. لكن اسمح في يناير ان العمده يكون موجود الست شهور دي، حاجه ولا اروع، وانا مع حضرتك فيها. طبعا الحاجات دي بقى ليها امور ان شاء الله تتشاف بالشكل المطلوب. طيب ارجعك تاني بسرعه ارجع للسداسيه، واطمئنانك على سعد سمير وخط الدفاع شايفه بشكل كويس جدا. شايفه المباراه اللي احنا بنتكلم عليها كتير، لكن هي المباراه الكبيره. طبعا المباراه الكبيره الحمد لله لعبت النادي الاهلي تشافت ورجعت بشكل كويس جدا. مباراه رغم ان انا عندي ارتياحيه كبيره جدا، ورغم ان انا عكس معظم الناس شايفها مباراه النادي الاهلي مش بالصعبه بالشكل التالي، لكن انا حابب حته الشده دي اللي تخلي اللعيبه جاهزه. لسه هقول لك، انا حابب تروح المباراه وانت مشدود. وانت مش قلقان في الالم قلقان، بس قلق ايجابي حريص، قلق ايجابي وحرص. ما تروحش وانت مستريح. فلعيبه النادي الاهلي الفتره بقى اللي بنتكلم فيها دي اهم فتره التوقف دي، ايه اللي حصل فيها؟ الحمد لله كل المصابين بتوعك رجعوا واطمنت عليهم، فانت ما عندكش مشكله خلاص كده. انت ان شاء الله الكتيبه كلها جاهزه، عارفه رايحه فين. دايما بقول لك انا الكلمه دي، عارفه رايحه فين، عارفين ايه الهدف، مش فارق معاهم حاجه خالص. مرحب بالجماهير، مرحب بالتعصب، كل اللي انت عايز تعمله تعمله. في الاخر في 11 نازلين و11 وحكم في النص هيصف بس، واتقفل الملعب على كده. اتفضل الاحسن واللي مركز واللي 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 هو اللي ان شاء الله هيوصل للنهائي، وان شاء الله من نصيبنا اكيد ان شاء الله رب العالمين. 2-0 نتيجه مش قليله. طب بتدور طبعا على تكسب الاهلي 3-0، انت بتتكلم في حاجه شبه مستحيله. من الفرق اللي بتحرز بره ملعبها يعني بس. لا ما انت ايه، انت عايز تعمل، انت عايز تكسب 3 وما يجيش فيك هدف طبعا. ودي طبعا لو معادله كده بتيجي تتكلم حتى الناس اللي في الجزائر صعبه جدا، انت بتتكلم في حاجه صعبه. واكيد هم وصل لهم ان كل الناس المصابه رجعت طبعا، متابعين احمد فتحي الحمد لله امبارح طمنت عليه ورجع وحاجه جميله ورجع. المباراه اتذاعت على قناه النادي الاهلي فمتشاف. احمد فتحي ده يعني ما شاء الله زيه زي لعيب كتير قوي، زي حسام كده. عايز وقفه. وقفه ايه؟ ده بيلعب امبارح يا ايهاب، وحياه ربنا زي ما بحكي لك، كان واحد اول مره بيلعب وعايز يثبت نفسه ان هو كويس. انت متخيل الراجل وصل لايه؟ هو على يعني فتحي على طول على كده يا كابتن. ما انا يعني بقول لك يعني شوف، انت عارف انا اتكلمت عليها ليه يا ايهاب؟ يعني هو في لعيبه كتير قوي ما شاء الله، بس فتحي ده مثال للعيب الكوره المجتهد اللي هو بيتفانى في كل حاجه، اللي بيحب نادي قوي، بيحب كوره قوي، واللي بيثبت نفسه لنفسه قبل اي حد. ما في بقول لك يا ايهاب، والله امبارح بتفرج على فتحي
واحد طالع من الناشئين عايز يقول لي مثل كالترون انا كويس النبي خد ما شاء الله الله اكبر يعني خشف. نفس الكلام حسام عاشور، حسام عاشور مش محتاج ماتشات وديه، حسام ما شاء الله طبعا. انا بقول لك حسام وصفته بحاجه بس كله بينزل يأدي كانهم لسه لاول مره بيلعبوا. انا وصفت حسام بحاجه يا كنت معاك انا بقول حسام من اللعيبه اللي خلاص من كتر ما بيلعب في المكان ده لو غمض كده هيلعب لا حسام امبارح بيلعب هي دي الحاجه السر اللي الناس مش عارفه توصله كويس في كل الفرق التانية في السر في اللعيبه ان اللعيب ازاي بيوصل بقى جواه كده وفي السر لاختيارك انت للعيبه طبعا واللعيبه اللي بتطلع من عندك طبعا. بتجيبها ازاي وبتطلع طبعا. ازاي طبعا خصوصا الناشئين بتاعك انت مربيهم على ايه ومعودهم على ايه الناشئ عندك انت في هدف قدامه لازم يتعب قوي عشان يوصل للهدف ده الهدف ده مش اي حاجه خالص طول عمرنا متعودين على كده يا ايهاب والله واحنا صغيرين كده كنت الهدف بتاعك تشوف اللعيب بتاع الفريق الاول انت شايف قدامك اسطوره اللي هو تقول ياه وانا ممكن اوصل كده تجربه شخصيه لي انا كابتن ثابت البطل الله يرحمه هو بلدياتي كويس هو طبعا كان من زمان في النادي الاهلي ما شاء الله طبعا انا كنت دايما بلعب في الشارع عادي كان لما يعدي كان عنده عربيه فولكس كده كان لما يعدي طبعا نوقف نتفرج على كابتن ثابت تسرح خيالك يروح ايه ده الواحد ممكن يبقى كده ويركب عربيه وكلام من ده والناس وحياه ربنا يعني وانت بقى لسه مشمر البنطلون وبلعب كل شباب في الشارع وعلى وحالتي كارثه عمال بترقص الشباب كده وشايف نفسك يا ربنا يا فاهمني فالواحد لما بيفتكر الحاجات دي بتتبسط بتضحك لما شفت الكابتن ثابت الله يرحمه قلت له الجمله دي كابتن ثابت اقول لك حاجه كابتن ثابت من يوم رحت النادي الاهلي كويس هو طبعا احنا في الحمديه العادات معروفه وكده يوم ما رحت النادي الاهلي بالظبط وعندي 16 سنه والاسم بدا ها بدا كابتن ثابت حاسس كده ان اخ صغير ليه موجود في النادي الاهلي والله يا هاد اهتمام من غير ما يتكلم مع خلاص فاهم مش باهتمام اللي هو لاعب لا لا خالص اهتمام وبدا يديك ايه في نصايح بقى اي بس بس بقول لك بدا يديك السر انت في مكان حافظ حتى وانت صغير كده مع انك لسه ما فيش ملامح انت كنت هتبقى نجم ولا هتوصل لا لكن هو بدا حافظ اتكلم يبص هيفرق عليك في الملعب بقول لك ايه احنا كنا بنتمرن وحياه ربنا والفريق الاول اتفرج عليه واحنا صغيرين اقسم بالله يا ايهاب انت قلبك بيرقص من الفرحه مش عايز تخرج من الملعب هم عايزين يتمرنوا بعدك هيتمرنوا بعدنا فانت بقى فأنت ايه مش ممكن قاعد بره تحس قاعد بره كده مسنود كابتن خطيب كابتن ثابت كابتن مصطفى الله يرحمه كابتن مصطفى عبده كابتن مصطفى يونس كابتن اكرامي لو واحد منهم قال لك انت ايه ده اللعيب ده كويس كابتن جمال عبد العظيم مره ربنا يشفيه يا رب والله العظيم كنا بنلعب مباراه 17 سنه وهو كان قاعد بره جه سلم عليا كابتن جمال عبد العظيم فاهمني جنان وحياه ربنا انا بقول لو جنان بجد يعني بتحصل لك حاجات في النادي الاهلي طول ما انت بتصغير بس يبقى عندك هدف انت عايز توصل للهدف ده فهو دايما وانت صغير كده بيوصلك الكلام ده في النادي الاهلي عشان كده تطلع الكلمه اللي انت قلتها ايهاب عارف كده تحس ان انت في عمال تكون شخصيتك تكون شخصيتك بس اهم حاجه من كل ده شخصيتك انت بقى انت عايز ايه ما انا بديك كل حاجه كويسه انت هتستفاد طب انت هتقدر النعمه دي ولا لا اللي احنا دايما بنتكلم فيه في الحلقات دي اهي ربنا مديك نعمه يعني بعد ما تركب الفولكس برضو تركز تقول لا زي ما انا هبقى الاحسن مش بعد ما تركب عربيه ربنا يكرمك تروح عامل كده ضارب شمال شكرا مفيش رجوع شكرا تعيش بقى على ذكريات ماتشين ولا خلصت بقى انتهت خلاص في نماذج زي دي كتير والمشكله اللي ضايقك من غير ذكر اسامي اهي مواهب بس خدتها على لسانك لا ما انا والله العظيم ما انت عارف انت على قديمه مواهب طبعا لكن هي بعدت شويه عن بعدت عن الحاجه الصح نعمه ربنا مديهالك تمشي فيها صح في الاخر بقى اعمل عايز تعمله لكن كوره يبقى كوره بس كوره وحاجه تانية ما ينفعش ليه اللاعب الموهوب بيحس اللي عنده حاجه مش عند اللعيب التاني وبيجي اللعيب اللي عنده امل وطموح وبيجتهد اكتر بيعدي الموهبه دي لو صاحب الموهبه دي ريح كده بالظبط ما هو لوحده ما تنفعش موهبه مع شغل لازم موهبه مع طموح ربنا مديك موهبه ايهاب وعلاء الاثنين بيلعبوا ايهاب عنده الموهبه وحاجه جميله جدا علاء عنده طموح ونفسه اوصل وابقى كويس كويس الموهبه لوحدها من غير شغل ما ينفعش لكن الثاني اشتغل على الحاجه اللي عنده اللي ربنا مديها له بس لك بس مش موهبه اشتغل جامد جدا 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 انا بقى حاجه جامده انا هديك مثال بحب اتكلم عليه لان هو ليه فضل عليا في لعب كابتن مجدي عبد الغني كابتن مجدي عبد الغني طول عمره في الناشئين ما كانش مهاري عافيجي ما كانش مهاري لا ما كانش مهاري وكان لعيب يعني اقول لك عادي ومش عارف لكن في ميزه بقى
درس مثال فيها في كل لعيبه، اخلاص وتفاني وعايز اوصل باي طريقه، هموت والعب في النادي الاهلي، هموت وابقى نجم، لحد ما ربنا كرمه وبقى نجم النجوم. اجتهد اجتهد بس اجتهد اجتهد في النادي الاهلي، اجتهد مع فريق كبير قوي، اجتهد في وسط نجوم، بقى مجدي عبد الغني. وبقول لك دايما لما باجي اتكلم كده من الناس اللي هي فاضل عليا، يعني تخيل لما اطلع صور كده ومجدي يكلمك وهنا وهنا وهنا، تحس انه عايزك تبقى كويس. ميزه برضو من الحاجات الاسرار اللي في لعيبه النادي الاهلي، لما تطلع جنب النجم ايهاب هو عايزك تبقى كويس، مش يكبر طبعًا دماغه طبعًا. لان ممكن يروح ماليش دعوه بيه. الجميل ان اللي انت بتقوله ده حاجه طبعا كويسه جدا، لكن كابتن مجدي مدرسه في طريقه لعبه وانت مدرسه ثانيه في طريقه لعبك خالص. يعني نفس، ربما يكون نفس المكان نفس التحضير من تحت، بس كل واحد فيكم يعني كان ليه شخصيته في الملعب. في الاخر بتكمل ايه؟ الفريق. بالظبط بالظبط. علاء يعني الفضل. يعني لو كابتن مجدي كان عنده قوه واداء كان لازم بيحتاج المهاره لازم عايزها. انت راجل معروف من عندك اللي انت لكن معلم في وسط الملعب. لكن زود. بالظبط كده. يعني مثلا في اوقات بنلعب ايه؟ علاء، كابتن مجدي في النص، كابتن مختار. ثلاثه غير بعض خالص. غير بعض خالص الثلاثه، ما نشبهش بعض. يعني انا اعتقد كابتن مدير الفنيين كان يقول لك انت كابتن علاء زود الالتحامات شويه. صح كده؟ بس على كده. لكن الفريق كله يا ايهاب لازم كل واحد ليه ميزه، في الاخر بتجمع الفريق بتاعه. ما فيها مدير فني بقى بره عارف كل واحد ياخد بس. لا والتوليفه اللي انت بتقولها دي لا دول ثلاثه لا غير اللي كانوا موجودين كمان. يعني قلت لك ازاي في نص الملعب، انا لما طلعت لعبت في نص الملعب، انا لا اما بفكر العب في نص الملعب لما طلعت وانا صغير ما بصش. لا بص على طول بقى ايه ده، لا ده كابتن خالد جدال كمان اللي عمل لا بص كابتن خالد كمان ده ممتع في اللعبه. كابتن خالد جدال متعه في نص الملعب. فبقول لك اما تطلع وتشوف الاسامي اللي كانت محمد عامر كان بيلعب ودي الاثنين مربوطين بس بيلعب مثال قدامك اهو في النادي الاهلي. بص كابتن خالد جدال يا دوب حد واحد تاني ما كانش خالد متر يا حبيبي هي دي كويس. فكل واحد ليه حاجه، كل التوليفه اهي في الاخر بتديك شكل اداء للنادي الاهلي. اللعيبه دي عامله ازاي؟ كل لعيب في الملعب بتشوفهم دول عنده ميزه. طبعا عنده ميزه وهو عارف هو فين، فتحس كده التوفيق بيجي من عند ربنا فعلا. يعني ماتش زي ده سبحان الله ربنا موفقنا بطريقه مش طبيعيه فعلا، مكتوب لينا كده. تعبنا قوي في الكاس ده، ده يجي من اجتهاد بقى بس. يعني مش من يوم وليله جالك لا 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 خالص لا لا لا. والجمهور من يوم اهو، لا ده جمهور على الوعد والعهد من يوم. جمهور الاهلي اكمل حاجه في الدنيا يا تستمتع بيها جمهورك، ومش اي جمهور النادي الاهلي تستمتع بيه. في اللحظات الحلوه اكيد شايلك في السماء، اللحظات الوحشه واقف وراك بيساندك عارفك عاجزك. يعني عمري ما حضرت ماتش الجمهور النادي الاهلي شفت الجمهور حتى لو الاداء ما عجبوش او النتيجه بيهاجم لعيبته في خالص، تسقيفه وتشجيع ويلا. وحتى الكلام بتاعه الاغنيه بتاعته اغنيه تحمسك. لكن ما بيهاجمش، ما يغلطش في لعيب، ما يغلطش في مدرب. هو ده ميزه اهاب، عشان كده بقول لك النادي الاهلي يحفزك. طبعا النادي الاهلي دايما اللي بيلعب في النادي الاهلي مميزات كتير جدا. يا اخي انت عندك ميزه بجمهورك يا اخي ما شاء الله. كمان بقول لك اللي بيلعب في النادي الاهلي ده يكفي انك تلعب في النادي الاهلي وراك جمهور في منتهى الجمال اللي في الدنيا. مظبوط. اللي هو انت تتمناه بقى في اي حته، جمهور النادي الاهلي، وتسكت بقى لان جمهور النادي الاهلي مع احترام لكل الفرق حاجه تانية خالص. جمهور لوحده خالص، ثقافه وحاجه تانية لوحدها خالص. بس وين فاهم ما حدش بيملي عليه حاجه، شايف الامور، عايز الفرقه امتى لما يبقى محتاج الفرقه محتاجاه ليه في ظهرها. في ماتشات ساعات ما تلاقيش فيها جمهور لما يكون مسموح بجمهور الدنيا ماشيه، لكن من غير ما تنده جمهورك لو انت في ماتش محتاج فيه الجمهور بتلاقيه مال يا ايهاب. في المباريات اللي انت محتاج فيها جمهور التمرين قبل المباراه يا ايهاب، التمرين مش الماتش. اتفرج على الجماهير بتعمل ايه في الاستاد التتش. طبعا يعني قلبلك الدنيا في تمرينه. لو بالزبط. انت نفسك تلعب بقى الماتش الوقت، لو خدت بقى الطاقه والباور اللي انت عايزه قبل بس المباراه، بس على كده روح بقى العب مباراه ربنا يكرم، انك انت في نفس الوقت عايز تفرح الناس دي كمان. بذكر السلو باس الحلو ده بتاع الكابتن خالد جدال ده ساعتها بقى الجرايد الميديا كانت قليله يعني جدا. ايوه هم ثلاث جرايد اخبار اهرام جمهوريه كنتوا بتحرصوا تجيبوا الجرايد وجريدتين كده رياضه بس. عن نفسي بالليل كنت احب كده امشي مع اصحابي في الحمديه اجيب الجرايد وكده. بس عارف ايه؟ ما كانش همك الاول والاخير اتكتب عليك وما اتكتبش عليك ايه؟ انت همك الاول والاخير عايز تكسب وتجيب بطوله للنادي الاهلي. والله العظيم انا فاهم، بس انا باخد ايه بربط كده حاجات كده. لا الموضوع ايوه الموضوع كان مختلف خالص. ما انت معاش معانا الموضوع. هم ثلاث جراد وخلاص على كده. بس
لكن طبعا غير الايام انت فيها دي خالص، طبعا الموضوع مختلف تماما. الاعلام والسوشيال ميديا بقى حاجه جباره، وكنت دايما تهتم لو تطلع الماتش تشوف المعلق قال عليك ايه ولا لا؟ لا خالص خالص. ما انا كنت بعرف انا عامل ايه من واحد بس الله يرحمه ويسامح ابويا. اه والله العظيم ما كانش يسيب لي ماتش كويس. لو وحش روح مخبطني وش. والله العظيم كان بيجي لك الملعب ولا يشوفك في التلفزيون؟ لا 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 ما بيسيبليش ماتش في الملعب. لما شاف الاستاد بيروح انا فوجئت ان هو كان بيتفرج عليا في الناشئين انا ما اعرفش. بيجي لك عشان يشوف. بتفرج عليه كويس ماتشات في الاستاد على طول موجود، كنت بعرف انا كويس ولا وحش منه هو. كان اكتر حاجه اقول لك ايه في الاول في البدايه؟ ما عمره ما كلمني في حاجه خالص والله العظيم يا ايهاب الله يرحمه ويسامح ابويا، عمره ما قال لي حاجه خالص. انا عارف ان من يوم ما انا صغير كده بلعب في الشارع ان هو اهلاوي متعصب جدا 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 كمان. العب ماتش وحش ولا حاجه كان بيقول لك انا عايزك زي مين؟ ولا حاجه، بقول لك يعني هو راجل اهلاوي وكان مثلا يقول لك ايه؟ خالص ربنا كرمك رحت الاهلي انا عايزك زي فلان خالص. عمره كان في الكوره خالص وحياه ربنا. بلعب ماتش حلو كده خالص، العب ماتش حلو مبروك وحضن وكده، العب بقى ماتش مش كويس ارجع البيت. ما بيقولكش حاجه بس لا. ايه بس مد وش مد وش فاهمنا يعني مش هو لا مش هو اللي بقى يتوسط لي في الموضوع ده ويهدي الامور الحاج ربنا يبارك في عمرها. يوم الثاني يبدا ايه يتكلم معايا اجيب لك شد حيلك انت فاهمني جول ولا حاجه ولا ماتش حلو ولا ايه، طبعا مبتسم والامور كويسه. هو دايما كنت اعرف انا عامل ايه فيه. لكن ما كنتش اهتم المذيع قال ايه او ما قالش ايه. تعليق اليومين دول يختلف عن تعليق الفتره اللي فاتت. طبعا 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 عندنا معلقين بدون ذكر اسماء ولا خلاص التعليق كان زمان؟ عندنا بس الموضه مختلفه اهي زي السوشيال ميديا كده بنتكلم فيها انا وانت، الموضه مختلفه شويه مختلفه قوي كمان. زمان تحس المذيع على سجيته كده مع ان سبحان الله ما عندوش هدف في الجمله اللي بيقولها. لا يا حبيبي انا بقول لك على زمان على سجيته على سجيته انا قصدي اقول على سجيته على طبيعته بيقول اللي شايفه بطبيعه جوز. بس اقول لك في ميزه لحد الان في معلقين الله يرحمه وسامحهم كلامهم معروف لحد دلوقتي محفور لحد دلوقتي والجيل الجديد والجيل ده عارفه عشان هو بيذيع مباراه ملوش دعوه بعلاء بيعمل ايه ايهاب بيرمي كلمه عشان وراها كلمه لا 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 حتى كابتن لطيف كان زملكاوي وكان بيتعامل يعني عادي جدا كان بيجي ماتشات اهلي مفيش اي مشكله خالص. فهي دي اللي هي دي الفرق طبعا يعني. انما التعليق بتاع اليومين دول اختلف شويه طبعا جامد طبعا 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 جامد تحس ان في جمل بتتقال كده يا عايز تخبط اللعيب في حيطه يا بتجامل اللعيب يا بتجامل اللعيب وهو ميت في الملعب بالظبط. ما انا بقول لك يعني الوقت فيه طبعا فيه طبعا وفي على فكره معلقين ممتازين طبعا تسمع كده كلام حلو بس بعدنا شويه عن مدرسه التعليق. بس عارف ليه يا هب؟ عشان المعلق بقى داخل مش في المباراه بقى داخل في حته ثانيه كلمك في حاجات بره المباراه كتير بس لكن لما يخش في المباراه وهم كده كلهم هنا على فكره بقول لك في شويه ممتازين يخش في المباراه تحفه وتعليقات حلوه كده بادب بالشياكه تضحك لا حلو في ناس طبعا ممتازين طبعا اكيد يعني وفي قله بقى بتخرج بره المباراه بتخرج بره لا خلينا نرجع جوه المباراه ونرجع لمباراه الاهلي اتمرن تمرينتين ملعب هناك ترتان او نجيل صناعي بتفرق ويبدو انها بتعمل برضو بعض المشاكل لكن لعيبه النادي الاهلي اتعودت على اللعب على ترتان اتعودت وما اعتقدش ده مشكله لكن مهم قوي تمرينتين قبل المباراه دي حاجه كويسه طبعا دي لوائح وكويس ان الاهلي بيستغل اللوائح انا محتاج اخد تمرينتين على الملعب اشوفه بشكل كويس حاجه غريبه بالنسبه لك بقالك فتره كبيره ما بتلعبش على ترتان ترتان بس بيختلف في حته سرعه الكوره سرعه الكوره بتبقى مقلقه شويه خصوصا النادي الاهلي مش متعود على الترتان وفخ الصيف متعود هي دي لو كابتن طارق يحيى امبارح كنت سامعه بيتكلم بيقول يا جماعه النادي الاهلي يخلي باله لان في الجزائر مش بيلعبوا على الترتان بس بيبلوا الترتان ميه قبل الماتش جامد قوي لسه هقول لك دي بيعملوها على طول عشان كده بقول لك تمرينتين واكيد مسكاترون هيعمل في التمرين الاخير هيبل الملعب بتاعه طبعا لازم مهم جدا تاخد الاحساس بتاع التمرين اللي هيحصلك في الملعب مشيه الكوره سرعه الكوره انت حركتك انت اهي على الترتان ومبلول غير على ملعب نجيل عادي انت حركتك كلاعب وكده تقف تتحرك وكده بتفرق وزمان مارون كان بيبل النجيله العاديه بيرشها كده ده الموضه بتاعت رش النجيل ده لازم في التمرين وفي المباريات لازم سرع الكوره سرع الكوره هو عايز الكوره سريعه عشان لعبتك شوف بيبص على التفاصيل الصغيره التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتنجح حاجه صغيره جدا هي اللي بتديك المفتاح بتاع النجاح وذكاء المدير الفني ذكاء المدير الفني واستغل حاجه زي كده
ليه ما استغلهاش ليه؟ حاجه في ايده ممكن اعملها وحاجه قانوني اعملها انا بقى احسن فيها. لكن شايف ان التمرينتين ان شاء الله يكونوا كويسين ان شاء الله رب اهلي ادى عليهم بشكل كويس خلي اللعيبه حتى ترتاح على الملعب قبل ما تلعب بالظبط. وعايز اقول لك لعيبه كتير قوي لعبه تحت تمرين النادي الاهلي ما عندهمش مشكله وبس محتاج تمرينه تمرينتين الموضوع بالنسبه له خلاص يبل بقى الملعب يبلش الملعب هتاخد الامور بالنسبه لعيبه النادي الاهلي متعودين عليها مش حاجه غريبه امور متعودين وان شاء الله المباراه تعدي بالشكل المطلوب. في المقابل بقى انت بتقول المنافس اكيد متابع والمنافس طبعا. اكيد شايفين مباراه السداسيه اكيد شايفين لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب وليد ازارو مع منتخب بلاده كوليبالي مع منتخب بلاده مروان محسن مع منتخب مصر. انا انبسطت قوي على فكره مروان جاب هدف فرحان جدا لمروان هدف في مع المنتخب حلو دايما المهاجم محتاج هدف مروان كان محتاج الهدف ده كده 2-0 وجاب هدف اعتقد مروان راجع منتخب نفسيا وهدف تقيل واقف عليه لا مروان لعيب كويس قوي هايل طبعا يعني بس حته الاصابه بعدته في وقت سبحان الله كان متالق فيه لكن الاصابات دي انت ما تتكلمش البعض يعني. بيتكلم ان بعض الانديه ممكن بعض اللعيبه ممكن ما تلعبش في فرقه لكن تلعب في المنتخبات بتشوفها ليها شكل معين؟ لا خالص بتفرق منتخب عن نادي عادي جدا على فكره هنتكلم بص ما بحبش الف واضوء نتكلم على مروان تمام احنا بنتكلم مروان مش هو نمره واحد في النادي الاهلي في وجود وليد لكن في اوقات كتير قوي مسك الفريق بيلعب في اصابته يعني برضه ايه اصابته البعيده لو سليم ما شفناش التنافس الصريح بينهم هقول لك حاجه وبيعت شويه عشان الاصابه لكن لما رجع وخد فتره ورجع وبقى مروان طلع كاس عالم بس طبعا في ثقه في الراجل طبعا لعيب لعب كاس عالم بس في ثقه في اللعيب نفسه واوقات كتير قوي مستر كاترون بيلعب بمروان ووليد ما هو عارف الاثنين قوه كبيره جدا بالظبط والاثنين هيستفاد منهم طب ما استفادش منهم ليه؟ الى جانب ان مدرب المنتخب عارف امكانيات اللعيب ده ما هي دي كمان ما هي دي ميزه ما انت ممكن تبقى بره المنتخب ما بتلعبش في ناديك بس انت مش ما تستاهلش تلعب في ناديك فمش هو اللي تلعب في المنتخب لكن انا عارف امكانياتك والراجل لعب كاس عالم وعارف حجمك وقيمتك كمهاجم فانا لا ليه لا؟ ليه موجود معايا طبعا اكيد يعني موجود وبيأدي بشكل كويس كده الرؤيه واضحه طبعا وان الاجهزه الفنيه يعني نفس الكلام ده مع هيكتور كوبر وكلام ده مع مدير فني تاني مختلف طيب يعني انت مش مجامله وده واحد يعني انت ما بتجاملش مروان مثلا عشان في النادي لا ما بتجاملش ما ده واحد بعيد اتنين بعيد عن بعض خالص بطريقه اللعب بتفكير بعيد والاثنين مصممين على مروان دي شهاده ان الراجل ده كويس دايما المدير الفني هو اللي بيقول لك انت تستاهل او لا شهاده من مدير فني اثنين مديرين فنيين انك مروان لا راس حربه مصر نمره واحد ده اكيد شايف ان الاصابه بس اللي خلته يتاخر في الفتره اللي فاتت بالظبط انا بقول لك وانا بنتكلم بقول لك اصابه جت في وقت مروان كان في قمه مستواه هي دي فرقت مروان صلاح محسن ازارو ما يكونوا الثلاثه جاهزين هتبقى المنافسه اكيد لصالح الفريق ده اكيد طبعا والجدع استفاد من كل واحد او استفاد من اثنين مع بعض زي ما تحب لكن الكلمه المشهوره نجومك قدامك والملعب معاك نجومك قدامك وتصرف زي احنا بنتكلم ايه انت بتتكلم جبت لقطه من الجو جابها ايه فرقتين ما شاء الله الله اكبر نازلين الملعب امبارح طيب وانت عايز احسن من كده كمدير فني اهاب فرقتين غير اللي بره منتخب اولمبي ومنتخب اول اختار اتفضل المنافسه نار كله عايز يلعب وانت مدير فني قاعد كده براحتك تختار اهاب لا على لكن كلهم سلام دي اهم حاجه جاهزين فنيا ما شاء الله كل لعيب فيهم بيفرق مع اي فريق فتخيل التجمع ده كله معاك كمدير فني حضرتك اعمل تشكيله ونقي واكيد اي نجم من النجوم ده يبقى كده يبقى كويس. خلينا ناخد معاك فاصل ونطلع تقرير وبعد التقرير نعود وانا تواصل. طبعا لازم اقول تحيه كبيره للتقرير لكل زملائي وتحديدا مش عارف مين اللي كاتبه لكن حاجه محترمه جدا وحاجه بتخليك بتركز فيه وان شاء الله تسعى يا اهلي مع الشهد بدون ان شاء الله دموع. لينا صديق طبعا مشترك الاستاذ اسامه دانيال بيقول لي انت ما شفتش بقى الكابتن علاء كويس ابدا يعني انت اتكلمت لكن ده بقى لعيب ما جاش في الملعب خالص. اشكرك يا اسامه. طب خلينا برضو الناس كتير بتكلمني ان مباراه الاتصالات امبارح مش مباراه حقق فيها النادي الاهلي اهداف فنيه لفرقته بس لكن برضه في لعيبه في الاتصالات كويسه الاهلي بص عليها. هما في من الموسم اللي فات عشان بس نبقى الكلام صح اللي هو يوسف ويوسف عماد يوسف علي واسماعيل عماد دول 1.99 يوسف لعيب كويس جدا ومهاري جدا ومناسبة وقريب محمود وحكيم على فكره اكيد انت عارفه طبعا كويس واسماعيل مواليد 2000 اثنين لعيبه كويسين جدا من الموسم اللي فات واحنا متابعينهم كويس قوي
ويمكن كان في كلام كتير قوي، لكن كان لسه يعني ما ضغطناش بمعنى اصح، كنا سابينه في اتصالات، هم لسه حد الان في اتصالات على فكره عشان بس الناس ما تفهمش حاجه، لكن ان شاء الله بنحاول نشغل فيهم كويس قوي. ان هم اتنين اللي هو دلوقتي الناس امبارح قالت الاهلي شغال فيهم، النهارده سمعنا ان الزمالك دخل فيهم طبيعي. طب بس هي يعني الناس دي احنا بقول لك من الموسم اللي فات والاثنين موجودين واللجنه اللي كانت، بس ما تقول لي اسمائهم كده على الهواء بثقه بتوصل لي رسائل يعني، ربنا يسهل. بتمنى ان شاء الله يا رب الموضوع يخلص، ان اثنين نجوم كويسين جدا موهوبين جدا، وزي اللي هو اللي احنا الطريق احنا ماشيين عليه بنتكلم عليه. عجبني ده بقى اللي موحدين خلاص، بتشوفوا عناصر معينه عمره معين سن باصين قوي لقدام، ولما اتكلمت مع حضرتك المره اللي فاتت قلت لك لكن ده قدام على ارض الواقع ايه؟ لا على ارض الواقع احنا عندنا الحمد لله يعني تجربه امبارح اديك شفت امبارح، لكن دايما نبص لبعد كده ان شاء الله، لعيبه تبقى موجوده ان شاء الله في النادي الاهلي ونجوم. واللي كان الكلام اللي احنا كان فيه كتير قوي ده، ان هو انت بتتكلم على ناس كمان خد بالك انت عارفهم كويس قوي، انت مش جايب لعيب كوره وخلاص، لا جايب لعيبه كويسه كمان على مستوى الاخلاق، مستوى كل حاجه. فانت جايب اثنين زي ما اتفقنا، لعيب كوره كويس لكن كمان بتسال عليه النوايا عامله ازاي. فاثنين صغيرين لكن الحمد لله اثنين مبشرين جدا، اخلاقيا كويس جدا، مهاريين قوي. يوسف ده حاجه جميله جدا في الكوره، واسماعيل كمان اثنين مبشرين قوي. اتمنى ان شاء الله يا رب نوصل ويبقى موجودين في النادي الاهلي، وبس انا هم كمان عايزين موجودين في النادي الاهلي، لان بقول لك انا مكلم معاهم السنه اللي فاتت هم الاثنين، فان شاء الله يا رب تخلص وتبقى حاجه كويسه ليهم هم اساسا، وحاجه كويسه طبعا نادي الاتصالات. لكن واضح ان السياسه يعني مش متغيره، لكن بقى في تركيز على ناحيتين بالظبط، الموهبه الصغيره الكويسه اللي شايفينها جايه في الطريق ان شاء الله، والموهبه اللي جاهزه تقدر تضخ على طول. بالظبط، انا شغال من ناحيتين يعني، ما انت مش كلها تجيب كل نجوم هتعمل ايه؟ انت شغال هنا وهنا الله يقويك. لا لا خالص، لا انا شغال واحده مع لجنه الحمد لله طبعا. الناس ممتازه جدا، وشغالين على الحاجه اللي هتفيد في الاخر النادي الاهلي بس طبعًا. مش حاجه طبعًا. لكن انت بتشوف زي ما بقول لك، هو تسلسل حلو قوي في الاخر، القرار في الاخر النهائي يبقى كده حلو جدا، لان انت لما يبقى عندك كل موسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالظبط، واحد واثنين وثلاثه طالعين لك من قطاع الناشئين جاهزين بالظبط، وانت جايبهم وجايب بتاهلهم في القطاع مش على النتائج، بتاهلهم طالعين للفريق الاول، اعتقد دي افاده كبيره. اكيد اكيد اكيد، ودي حاجه مهمه جدا يا ايهاب، وفي نفس الوقت انت بتستثمر فلوسك، ما انت ممكن اللعيب ده كمان سنه اثنين يبقى المبلغ عالي قوي. طب انا ليه؟ ما انا هجيب لعيب موهوب السعر كويس جدا، يدعي في النادي الاهلي، يعرف يعني ايه نادي الاهلي حتى لو في الناشئين. امبارح احنا بنتكلم على الوقت على عمار اللي اتمرن مع كابتن عادل عبد الرحمن، عمار كان بيلعب جدا، بيقول لك هيلعب امتى؟ بالظبط، عمار يا ايهاب كان اساسي مع فريق النصر ومؤثر جدا، انت جبته هو ومصطفى البدري اثنين نجوم كبار قوي مع كابتن عادل في 97، انت فاهمني؟ يعني طبيعي ايه؟ انا لعبت دوري ممتاز هروح العب ناشئين؟ لكن هو التفكير هنا المختلف، انا هلعب ناشئين مع كابتن عبد الرحمن اعداد للفريق الاول. هو اللي كان جاي عارف هدفه ايه؟ بالظبط، زي امبارح، انت امبارح انا وعمار، عمار ده ايه؟ عمار ده مع كابتن عادل عبد الرحمن، وفي كام نجم مع كابتن عادل، كابتن عادل هي دي حتته شغلته، هو شفت مش عارف. حلقه الكابتن اسامه حسني عن قطاع الناشئين؟ يعني حلقه واحده بس، لا ده في مواهب جميله ولسه مواهب حلوه قوي. ايهاب ده في مواهب 2004 وحاجات كده، حاجات تجننك. لا لعيبه كوره كبار، حاجات تجننك، وانت الحمد لله من اللحظه دي، وده الحاجه الحلوه اللي معموله الايام دي، انك بتحافظ على الولاد دي وبتبدا تحافظ عليهم عشان ما يبعدوش عنك. فدي كمان حاجه كويسه. فانت يعني احنا بنتكلم كده بالصدفه وعن الناشئين وكده، وعمار لعب امبارح، حاجات دي كويسه. انت عايز تبقى كويس، انت عايز ايه؟ هي المشكله يا ايهاب، انت عايز تبقى عماره طبعا. لا حاجه ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجه مبشره جدا في الكوره، وما كنا مصممين عليه السنه اللي فاتت، يعني احنا بنتكلم على حق، ما كناش بنتكلم بس كده يعني. كل الحمد لله السنه اللي فاتت كنا مصممين على عمار ومصطفى البدري، والاثنين مع كابتن عادل عبد الرحمن وشغله كويس قوي، واثنين احيانا انا كابتن لما يبقى في يعني ايا كان الجهه اللي بتجيب لعيبه للنادي او من جوه النادي او من بره بيبقى كلام انما لما يبقى الكابتن علاء مهوب والاجهزه اللي شغاله معاه في لاعب واثنين وثلاثه وبنت القصه، الناس بتبقى مستنيه اكتر. طبيعي. بس انت دايما بتجيب اللي هو مش بالعدد اكتر من هو النوعيه خلاص. نفسها انت بتجيب اللي هو انت شايفه هيبقى كويس، كيف قبل الكام هتبقى في النادي الاهلي بترشح
خلاص موافقه بتروح داخله لجنه محمد فضل تعاقدات تخلص الموضوع. هي زي ما بقول لك انا احلى حاجه تسلسل في الاخر بتصب في لجنه الكوره خلصوا قبل ما تخليك تختم حلقتك زي ما احنا متعودين. يلا بتعمل ايه؟ بتضغط اليومين دول على لجنه التعاقدات عشان تمضي حد ولا ايه الدنيا؟ مش قوي يعني لسه. ما فيهاش ضغط يعني. انا ما بص لا مش فاهمني عشان يعني اقصد دايما بتبقى انت ساعات شايف ان في لعيب جامد قوي لما بتيجي بتطلعه الخطوه اللي فوقيك بتفضل تقول يلا يا جماعه يلا يا جماعه. انا بحب فيك ده. انا في وانت عملته مع ازارو بالظبط في ويمكن كنت بتكلم يعني مش هخفى عليك سر يعني كنت بتكلم في موضوع الولدين دول بالحاح شويه مش يعني عايزهم في اسرع وقت ان شاء الله موجودين في النادي الاهلي لعيبه كويسه ويهمني يبقوا موجودين لكن انا بقول رايي يحصل ما يحصلش حاجه بقت مش بتاعتي لكن انا بقول الحاجه اللي انا شايفها اللي هو يا ريت يا جماعه بس لكن بعد كده يحصل ما يحصلش دي حاجه ثانيه لكن بتمنى يا رب الموضوع يخلص لان الاثنين هيبقوا كويسين جدا في النادي الاهلي. طب انت متعود تختم معايا فانت اللي هتختم وهتطلعنا تقرير وبعد الفاصل هناخد محمد سعيد. يا سهل هتعرف تقول كتير قوي هتقول هتختم بقى شوف هتختم ازاي وبعدين هتقول ايه هنطلع على تقرير لجمهور النادي الاهلي وبعدها بعد الفاصل محمد سعيد بسيطه خالص بسيطه خالص بالنسبه لك انت بالنسبه لك متمرس يلا واحد اثنين ثلاثه طيب مشكورك جدا يا ايهاب انت ومجموعه العمل الجميله اللي بستمتع بيكم كل اربع فعل انا بستمتع موجود معاكم والله وحياه ربنا سعيد جدا بيكم نطلع بقى تقرير على جمهور ما علينا نطلع تقرير على جمهور النادي الاهلي الكبير العظيم وبعدين نرجع فاصل وبعدين نرجع محمد نستقبل محمد سعيد منور الشاشه محمد سعيد واتمنى ليكم ان شاء الله حلقه موفقه سي ايهاب